السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، انطلق إلى اكزامبل آخر من اكزامبلات ضمن موضوع من الأمثلة اللي ضمن موضوع torsion in members with thin walled sections، يعني اللي أو الالتواء في الأعضاء الإنشائية ذات المقاطع بجدران نحيفة، ذات الجدران النحيفة. نجي على الاكزامبل 5.33، احنا اخذنا 5.32 طرقت لكم الى وانطيتكم هومورك. نجي على 5.33. 5.33 تيوب المقطع مالته هذا، الثيكنس مال الجدار مالته 2 ملم، هاز ذا شيب، شلون انفجر، يملك هذا الشكل التيوب، هذا المقطع مالته، سمك الجدار مالته 2 ملم، تمام، يملك الشكل التالي. تلاحظون ان هذا نصف القطر 10، هذا 10، البعد بين نصفي القطرين 80 ملم، شكل بيضوي، شبه بيضوي. فايند ذا شيرنج ستريس caused by a torque of 600 newton كل متر. جد قيمة إجهاد القص المتسبب بتسليط التواء، عزم التواء مقدار 600 نيوتن كل متر. الحل، ننطلق من قانون إيجاد إجهاد القص في المقاطع ذات الجدران النحيفة tau equal to t over 2 t small a equal to T torque، نعطينا يا 600 نيوتن، يبقى نيوتن بس أحول المتر إلى ملم، أضربه في 10 و3 على 2 في 2 سمك 2 ملم، أبقي لين حتى أبقى في صدد الميجا باسكال. في الإيريا شلون نحسبها؟ الإيريا هذني أنصاف دوائر، نصف القطر تربيع في النسبة الثابتة باي، في بما انه انا ذني عندي 2 هن، تلاحظون نصفي دائره، هذا نصف الدائره يساوي نصف الدائره الاخر، ليش؟ لان انصاف الاقطار متساويه، هذا 10 ملم وهذا 10 ملم، ليش ما اطبقهم واعتبرهم دائره واحده واطلع مساحته؟ يعني باي نصف القطر باي في 10 تربيع زائد هذا، بقى لي هذا الجزء المستطيل، المستطيل اللي هو 80 في ايش قد هذا الضلع الآخر، نعطيني هذا 10 من هنا وهذا من هنا 10، لين نصف قطر 10 زائد 10 20، يعني 80 في 20، يعني باي في 10 تربيع شكلت هذني دائرة كاملة لأن أنصاف أقطارهم متساوية، زائد مساحة هذا الشكل 80 في 20 ويساوي 78.26 ميجا باسكال. أعد حل هذا المثال بأخذ هومورك نفس الشكل، لكن شنو؟ سمك الجدار مالته 5 ملم، نصف القطر هذا 10 وهذا اللاخ 15، دير بالك هذا 10 وهذا اللاخ 15، يعني ما متساويات، يعني طلع مساحة نصف دائرة هنا زائد مساحة نصف دائرة تختلف، يعني نصف هذه الدائرة يختلف عن هذا، هذا 10 وهذا 15، البعد بيناتهم 100 ملم، تمام. وانتبه لي على هذا الضلع، انت هذا راح يكون عندك ايش قد، انتبه عليه. العفو، هنا بس لحظه، اكو فد شغله هنا، لا اعتبرت لكم اياه، هذا 10 وهذا 15 راح يصير اختلاف، راح هذا الشكل الجزء المتبقي ما راح يصير مستطيل، فما ارد عقد عليكم، ماكو اشكال، اخذ لي هذا 15 وهذا 15، 2 من المتشابهات، 15 ب 15 100، وهذا الضلع انت طلعه، تمام. يعني حيكون الهوم ورك مالتك الشكل شنو؟ هذا الشكل، تحسب لي بيه اجهاد القص، السمك 5 ملم، نصف القطر هذا 15 ونصف القطر الاخر 15، خليهن متساويات، وهذا 100 وهذا الضلع انت طلعه، لان معلوم عندك نصف القطر 15
يعني راح يصير 15 زائد 15 كذا راح يكون هذا الضلع 30. يلا اتوكلوا.